تبدد الهدوء الذي نعمت به صنعاء لفترة وجيزة، واحتدم التناحر مجددا بين أتباع الزعيم القبلي القوي صادق الأحمر والقوات الحكومية. بعض المصادر تحدث عن مهاجمة منزل الأحمر الخاضع لحراسة مشددة، وزاد على ذلك متحدث باسم الأحمر بقوله إن وحدات الجيش خالفت اتفاقا بعدم انسحابها من مبادن كانت قد سيطرت عليها حول منزل الأحمر. استمر القتال لساعات، استولى خلاله أتباع الأحمر على عدد من الأبنية الجديدة بينها مقر حزب صالح وشارع الرئيسي يؤدي إلى المطار، وسقط فيه قتلى وجرحى لم يعرف عددهم بدقة. وإلى مستشفى العلوم والتكنولوجيا نقل 17 جريحا وجثتان. عدد الحالات واصلة من أمس ساعة أمس إلى الآن الساعة 10:30 صباحا من يوم الثلاثاء 31 مايو 17 حالة، منها حالتين وفاة. حالة الوفاة وصلت متوفية، طلق في الرأس الحالتين طلق في الرأس، طلق في الرأس وطلق في الصدر. لا يعرف إلى أين يتجه اليمن مع ازدياد المخاوف من احتمال تحول أزمته السياسية إلى حرب أهلية. فالمتصارعان حاليا أتباع الزعيم الأحمر والجيش الخاضع فعليا لسيطرة الرئيس علي عبد الله صالح، قوتان لا يستهان بهما. فللصادق الأحمر أتباع كثيرون بصفته زعيم الاتحاد قبائل حاشد، وفي الجيش قوة ضاربة قوية بأسلحتها المختلفة لا تزال تدين بالولاء للرئيس صالح، ما يعني أن استمرار الصدام قد يشعل حربا لا يمكن التكهن بتعقيداتها. لن تكن المواجهات مقتصرة على صنعاء فحسب، فالمشهد كان مماثلا في مدينة تعز. ودعت المدينة عددا من أبنائها بين قتيل وجريح عندما عاود الحرس الجمهوري وأطلق نيران أسلحته على المتظاهرين. كان المحتجون من شباب الثورة يحاولون التجمع في ساحة الحرية عندما تعرضوا لإطلاق النار. ووفق ما ذكرته نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد قتل أكثر من 50 شخصا في تعز منذ يوم الأحد الماضي برصاص الحرس الجمهوري. فتداعت شخصيات اجتماعية وسياسية بارزة إلى اجتماع قررت بموجبه توفير كل السبل الكفيلة بحماية المحتجين. وفي موازاة التدهور الأمني فإن المعارضة استبعدت إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية، واعتبرت أن مساعي الوساطة الخليجية قد انتهت بعدما رفض الرئيس صالح مرارا وتكرارا التوقيع على اتفاق يقضي بتخليه عن السلطة خلال 30 يوما. هي انتكاسة أخرى يمنى بها اليمن بعد نحو 4 أشهر من احتجاجات سلمية في الشوارع. المحتجون يقولون إن الرئيس صالح يلتف على مطالبهم ويخلط الأوراق من خلال فتح جبهات تقود في مجملها إلى حرب، فلا هو أجرى إصلاحات ديمقراطية ولا هو تنحى عن السلطة لتظل البلاد في دوامة اهتز معها استقرارها، وفاقم من مشاكلها انصراف النظام عن السعي جديا لإيجاد حلول لكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية. هكذا يقول مناوئ صالح.